زين زين انا ابو خالد تعليقك على صوره نبي نتابعها الان وايضا تعليق الجماعه الضيوف، لكن ابيك انت في البدايه نتابع هذه الصوره وكانت في الدقيقه 3 من المباراه. جمهور النادي العربي يبدي استياءه وسخط من قرار اللجنه الاولمبيه باداره ظهره وهو موجود في المدرج في الدقيقه 3. انا اعتقد ما سوى جمهور العربي قمه في الرقي. وجهه نظرهم ان 3 نقاط حق مشروع لهم، يعني ما حذفوا، ما كسروا، ما سووا مظاهرات وسووا مشاكل، هذا قمه الرقي. هذا ترى هذا الرسائل اللي توصل بهالطريقه لا اعمق من الرسائل اللي توصل بطريقه أكيد. انا بالعكس احييهم واحيي صاحب الفكره، قمه الرقي. هذا يعني كل واحد له حق بيوسف ياخذه بالطريقه المشروعه، بالطريقة اللي احنا تعودنا عليها. انا اتكلم على المجتمع الكويتي او الخليجي بكل امانة، باحترام، برقي، طال. هذه رسالة وصلها، نفس ما لعبة القادسية والعربي ايضا كانت في رسالة، لما اعتقد دقيقة وقفوا لاعبين القادسية العربي ما يبي يشاركون على موضوع الايقاف، ايضا هذه رسالة باحترام وبرقي، لا مشاكل ولا شيء.